سبحان الله من نصيبي بقى اخد الصيد. ده كان ماتش سوبر، كان الاهلي اعتذر فلعبنا المحله، تقريبا كان محله كان بطل الكاس تقريبا او تاني الدوري مش فاكر يعني، ما اعرفش المحله دخل ليه. بس كان فرقه تقيله قوي المحله، وكان كابتن فاروق كوافر كان هو المدرب اعتقد يعني، لان احنا لعبنا برضو المحله بعديها في الكاس تاني سنه برضو كسبناهم 2-1 تقريبا. انت بالنسبه لك الشمال كانت زي اليمين اه يعني، ما اللعيبه جايبين جوان كتير بالشمال حلوه جدا يعني، في ناس لغايه دلوقتي فاكرني اشول. بجد والله. اه والله يعني في ناس يقول لي ده جبت جون باليمين، ده انت بتلعب بالشمال. دي كان صبري هو اللي عملها لي. ده كان اول ماتش في السيزون بقى اللي بعد ما انا جيت كسبنا الدوري، وده كان اول زي ما اقول لك سوبر، وكان بدايه حلوه قوي. خدت احسن لعيب في الماتش، وخدنا السوبر بعديها الحمد هو لله. ولا جول الوداد؟ الوداد اقوى طبعا، تلعب السوبر وتلعب ماتش كبير، وبعدين الوداد انا ما كنتش هلعبه اساسا، كان عندك مشكله كنت في رايح ركبتك اعمل اعتقد. عمليه، وقالوا لي لا استنى الماتش وبعدين روح اعمل العمليه بعديها. فانا بلعب بتاع في ركبتي يعني، انا جاي شدت اساسا وانا بس انت بلعب. بتفكر في ايه يعني انت مع يعني اصل كان العاد واحد، بيتفرج كان واحد صفر والمدربين اه واللعيبه وكل، مفيش واحد في اي حد من اللي قاعدين بيتفرجوا على هيحطها الماتش ده ويخلص. اه هيتخيل انت ممكن تعمل اي حاجه ايوه يعني. صح، هي كوره جول خلاص خلصنا ايوه صح. ما انا قلت يعني، ليه ايه ليه بصراحه حق الواد يا سيف غير خلص ايوه، ما انا لما بصراحه. كسبت عشان كده سيبته يعني. جمال حمزه عم بيسال قال لي ارجع ارجع نسيبه، قلت له يا عم خلاص بقى مش مشكله. بص كابتن ميمي بقى، نسمع كابتن ميمي بقى عسل. لتامر وبتتلعب تمريره بينيه، حط راجل حط راجل، سلام يا سلام يا حازم يا بابا، عملها حازم امام.